أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب لما طعن ليختار الخليفة من بينهم، وهو من أسبق السابقين للإسلام، حيث اسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا رضي الله عنه دائم التفكير في مصيره وفي آخرته، فعلى الرغم من ثرائه إلى أن الدنيا لم تكن همه ولم تنسه الآخرة والعمل لها. عندما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الذي كان من الأنصار وصاحب أموال كثيرة. عرض سعد على عبد الرحمن أن يتنازل له عن نصف ماله وأن يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها عبد الرحمن إن أراد، لكن عبد الرحمن رفض العرض قائلا: بارك الله لك في مالك وأهلك، بل دلني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، وبعد ذلك بدأ عبد الرحمن تجارته الخاصة وأصبح من التجار الناجحين. كان كثير المال كثير الجود والعطاء، يتصدق على جيوش المسلمين وفقرائهم بمئات الآلاف من الدنانير. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أباه وصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بعده ب40,000 دينار. أجزر أمر الشورى بحكمة وحنكة حتى بيع عثمان بالخلافة دون إحداث فتنة. أوفي عبد الرحمن رضي الله عنه 32 للهجرة، وشيعه كبار الصحابة. وفي ذلك اليوم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اذهب ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت كدرها.